السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الأول في الدورة التدريبية. هذه الدورة التدريبية سوف تكون على موقع سو. إذن في هذه الدرس سوف تكون مقدمة عن الـ 2D. أولا سنبدأ باللاين. سو لذلك عبارة عن اللاين اختصار الـ INE من ها هنا. ممكن نبدأ في بدلا من 3D CAD موديلينج، ممكن نبدأ في 2D درافتنج لمعرفة بعض الأوامر في الـ 2D. ها هنا هذه القائمة. ممكن نبدأ أيضا بالكلاسيك، تكون القائم بهذا الشكل. فإذا درو لاين سيسأل عن فيرست بوينت. هذه أول فيرست بوينت سوف تكون وليكن 0 و0، نيكست بوينت هتكون 100 و0، وبهذا هيكون في لاين بهذا الشكل. زوم على هذا اللاين. نبدأ بالنافيجيشن. النافيجيشن في اوتوكاد عن طريق الميدل ماوس او عن طريق الزوم ان وزوم اوت، الزوم ان وزوم اوت عن طريق السكرول ويل. ايضا البان عن طريق الميدل ماوس. ايضا في ال 3 دي موديلنج الروتيت عن طريق شيفت وميدل ماوس. اذا ميدل ماوس وكومبينيشن from middle mouse only to ban or أو middle mouse we rotate عن طريق shift. نرجع إلى القائمة الرئيسية AutoCAD Classic. الـ default workspace بنستخدم version 2009، لكن بعض الأساسيات منطبقة على معظم النسخ الحالية. إذا أول طريقة هي رسم line. الحذف عن طريق السليكشن لهذا اللاين ثم اريز من الكيبورد. بعد ذلك السيركل بيسأل عن سبيسيفاي سنتر بوينت. السنتر ممكن نختار اي نقطة، لكن بما اننا كنا في الموديلنج فنذهب مرة اخرى ونذهب الى التوب فيو. التوب فيو عن طريق تفعيل هذا بهذا الشكل، ونرجع مرة أخرى للأوكاد كلاسيك. إذا رسم السيركل والدائرة عن طريق اختصار سي، وبنحدد سنتر بوينت بهذا الشكل. بعد ذلك ممكن في أمر تريم مرتين، وبذلك نكون حذفنا هذا الجزء. في أمر أوفست بيسأل عن الأوفست ديستانس وليكن 10، وأوبجكت أوفست هذا الأوبجكت بوينت بهذا الشكل. بما أن المسافة أقل بكثير من، فإذا لازم نعمل زوم عشان نرى هذه المسافة. How to draw with scale. إذا بنقول أن في سيركل، هذه السيركل سنتر بوينت 10 مليمتر و 10 مليمتر وليكن. الراديوس هيكون وليكن 50 بهذا الشكل. زوم تتنت، فإذا ظهرت هذه السيركل. مرة أخرى سيركل السنتر هيكون في الكوادرنت بهذا الشكل. هذه المرة الراديوس هيكون وليكن 25. إذا هذه الدائرة رسمنا دائرة قطر 50 أو نصف القطر 25، وهذه الدائرة نصف القطر 50. أيضا ممكن نرسم لاين من هذه الجهة وليكن من السنتر بهذا الشكل إلى السنتر بهذا الشكل، أو لاين من السنتر إلى الكوادرنت اللي هو المماس بهذا الشكل. نستخدم أمر تريم مرتين ونفعل هذا الأمر بحيث نحصل على بعض النتائج بهذا الشكل. بعد ذلك في درو في ريكتانجل او بولي لاين. الفرق بين البولي لاين اللي هو امر اللي هو لاين مستمر بهذا الشكل، اذا بحيث يصبح قطعه واحده لا نحتاج اننا نعمل له اكسبلود. ده كده عباره عن بولي لاين قطعه واحده. الفرق بينه وبين اللاين بهذا الشكل ده عباره عن لاين. فخلينا نضغط انتر. لاحظنا ان كل قطعه منفرده بهذا الشكل.
كلام سليم. لو عايزين نعمل اكسبلود او نجهز هذا اللاين، فممكن نعترق اكسبلود من الكيبورد ونختار هذا اللاين، او احنا كنا اخترناه اساسا فهو عمل اكسبلود وحول البولي لاين الى عبارة عن لاين. من الدرو في ايضا ريكتانجل، الاختصار من الكيبورد ار اي سي بيسأل عن الفيرست كورنر، فهنقول وليكن الفيرست كورنر 10 و10، لان الاذر كورنر هيكون وليكن عن طريق 50 في الاكس و50 في الواي، فاصبح عندنا كورنر الويدث بتاعه 50 والعرض بتاعه 50. ايضا ممكن نرسم الارك، هيكون افضل اننا رسمنا لاين بهذا الشكل ورسمنا درو ارك. الستارت في 3 نقاط، فاذا هذه نقطه على الارك وهذه نقطه على الارك وهذه نقطه على الارك. ايضا في درو ارك ستارت وسنتر واند، فده عباره عن الستارت، ده عباره عن سنتر وليكن، وده عباره عن الاند بهذا الشكل. في درو ستارت في سنتر في دايركشن، ستارت اند في دايركشن بهذا الشكل. بعد ذلك في الدونت انسايد دايمتر هيكون وليكن 2، الاوتسايد دايمتر هيكون وليكن 12. الدونت بهذا الشكل، اصبح عندنا دونت بهذا الشكل. في السبلاين بنحدد قط هذا الشكل وبيرسم سبلاين كما نرى. في بعض النقاط الأساسية مفترض معرفتها عشان تكرار آخر أمر repeat rectangle عن طريق right click أو enter مرة أخرى، ويتم تكرار آخر أمر enter يتم تكرار آخر أمر، أو shift right click ويتم تكرار آخر أمر. في بعض هنا الأدوات الأساسية، أول أداة وهي الأرسو، فالأرسو بيتم رسم خطوط أفقية أو خطوط رأسية بهذا الشكل. في بعد ذلك الـ OSNAP، فائدة الـ OSNAP في هنا الـ OSNAP يتم عمل سناب لنقطة معينة، فلو هنرسم وليكن تم تفعيل هذه الـ End Point والسنتر والنود والإنترسكشن والإكستنشن، هذه الـ نقاط مفعلة اوتوماتيك على علامة تشيك مارك، هذه النقاط مفعلة. ممكن نختار all او clear all كما نرى. ايضا ممكن رسم سيركل، وفي هذه اللحظة ممكن shift right click ونفعل فقط جزء معين وليكن الاند بوينت بهذا الشكل، shift right click وليكن الميد بوينت بهذا الشكل. اذا ممكن نرسم لاين من رسم لاين من الـ midpoint إلى يلغي تفعيل الأرسو عن طريق F8 إلى الـ midpoint. ممكن عمل أوفست هذا الجزء، ولكن هنستعرض أدوات الموديفاي بعد ذلك. أولا نستعرض أدوات الدرو، في بعد ذلك هليبس لوك. الهليكس ممكن نستخدمه أكتر في ال 3D drawing، ولكن في البولوجن، البولوجن بيذكر عدد السايد، فنذكر إن 5 لعدد السايد. بعد ذلك بيذكر السنتر، فالسنتر وليكن هيكون هذه النقطة. وممكن نختار شيفت او F8 أرسو بحيث يكون بهذا الشكل. من الادوات المهمه جدا في الدروينج وهي الاوفست، نختار هذا الجزء ونختار او، فبيذكر الديستانس هتكون وليكن ديستانس 25،
في أي جهة، ممكن تكون في هذه الجهة أو في هذه الجهة. أيضا في المالتي لاين والكونستراكشن لاين. فائدة الكونستراكشن لاين سبيسيفاي نقطة وهذه نقطة، فإذا هذا الخط أو الكونستراكشن لاين يكون غير منتهي، بمعنى أنه يكون ممتد في الإكس وفي الواي إلى ما لا نهاية. بهكذا نكون استعرضنا جميع الأدوات في قائمة درو. في الدرس القادم سوف نشرح الأدوات المهمة جدا في قائمة موديفاي.